السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة أحمد بن عطيق. قبل مشاهدة الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. ونبدأ مباشرة في الفيديو متاعنا. الفيديو متاع اليوم مش نحكيه فيها على طريقة تفعيل الوضع الآمن في تطبيق تيك توك. الوضع الآمن هو وضع اللي يقوم فيه تطبيق تيك توك بعدم إظهار أي فيديوهات تبدو حساسة للأشخاص، يعني الفيديوهات اللي فيها بعض العنف أو الفيديوهات اللي المحتوى متاعها ما يكونش مناسب لجميع الأشخاص. باش تقوموا بتفعيل الخاصية هذه سهل جدا. أول حاجة نمشيو لتطبيق تيك توك، نمشيو للبروفايل متاعنا، ندخلو للبروفايل وبعد كده نضغط على الثلاثة خطوط الموجودة في أعلى يمين الشاشة وننزل للأسفل إلى أن نلقاو كلمة Digital Wellbeing اللي بحذاها شعار المطارية أو الصحابة وكل حد كيفاش يقول لها. دونك نضغط عليها، نضغط على كلمة Digital Wellbeing وبعد نلقاو الخيار الثاني هو Restricted Mode. يقول لنا لهنا Restricted Mode limits content that may not be appropriate for some viewers. If you find an inappropriate video in Restricted Mode, help us improve by reporting it. يعني قال لك إذا كان لقيت فيديو من المفروض أنها ما تكونش موجودة في Restricted Mode، الرجاء الإبلاغ عن هذا الفيديو. بالطبيعة لهنا يقول لك you can turn restricted mode on and off anytime using a passcode. تنجم تقوم بتفعيل وإلغاء الخاصية هذه بطريقة سهلة. باش تقوم بتفعيلها يكفي أنك تضغط turn on restricted mode. لهنا يطلب منك إدخال كلمة سر اللي باش تستعملها لتفعيل وإلغاء الخاصية هذه. ندخله كلمة سر بسيطة، نضغط على next، يطلب منا أنه ندخل كلمة السر مرة أخرى وهكا كما قاعدين نشوفه يقول لك Restricted Mode On. كما قاعدين نشوفه في أعلى الشاشة فما كلمة Restricted Mode. بالطريقة هذه نكون فعلنا الوضع الآمن على تطبيق تيك توك. إن شاء الله تكون الفيديو متاعنا فادتكم وعجبتكم. إذا كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة، الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار. وللفيديو القادم إن شاء الله ما بقالي باش نقولكم كان إلى اللقاء.